بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواننا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كما تلاحظون لدينا الآلة، يعني قمنا بصناعة هذه الآلة كما العادة. تعودنا يعني الريديكتور، الموتور، الاسبيرال، لالام، الأرمور تاع الإلكتريستي، بيدال سويتش، هذا اللي كما تعودنا نخدموه، يعني بعض الملصقات الإرشادية. يعني الآلة كما العادة اللي تعودنا نخدموها كما تلاحظون، يعني ولكن الآلة كما تلاحظون من أجل الصباغة قمنا بإضافة الفيرني، يعني حتى تصبح بشكل جيد. من الأسفل هذا هو المحرك، يعني مضخة المياه، يعني تركتها بدون تغليف حتى نلاحظ كل شيء. هذا هو صندوق المياه الخاص بالمياه، تبريد الأسطوانة. يعني كما عودناكم بالنسبة للآلة، الوضع العادي، الوضع التشغيل بالعداد، مضخة الماء تشتغل، ضوء، وجود كهرباء. الآن الآلة نقوم بتشغيلها، يعني هذا هو التشغيل. الصوت مزعج نوعا ما لأنه لا يوجد سلك. هذا هو بالنسبة للآلة، هذا الكابتر. يعني بالنسبة للمشاهدين، طلبوا مني يعني التكلم باللغة العامية، يعني هناك بعض المشاهدين الكرام لا يفهمون اللغة الدارجة الجزائرية، لذا أحاول قدر الإمكان أن يعني ألبي جميع الرغبات. بالنسبة للمشاهدين، هذه بالنسبة للتبريد، المضخة هنا، هذا يعني الروبيني دايرينو حتى إزالة الضغط هنا، يعني عندما يكون الضغط هنا بكثرة نقوم بفتح هذا اللافان حتى يزيل الضغط، من أجل العمل يعني لا يحدث يعني الماء كثير على الآلة، حتى يقوم بالماء يسيل بالنسبة للقطاع هنا فقط. هذا هو الغرض من هذه تمديدات المياه الخاصة بالتبريد. يعني الآلة كما تلاحظون تعودنا عليها، هذا هو الشكل. أي استفسار وأي يعني أي استفسار تكون تعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء.